هلا والله سهلا، حياك الله اخوي رجا وضيوفك الكرام والمستمعين اجمعين. كابتن، هل فعلا اتخذت قرار باعتزال اللعب دوليا؟ نعم، هذا الكلام صحيح. يعني انا اتخذت صراحه هذا القرار بعد عناء، يعني وبعد موجه تفكير طويل، وقعدت يعني قعدت مع نفسي كثير، واستشرت من يعني اخذ برايهم، وفي النهايه توصلت لانه الاصح في وجهه نظري الان انه اعتزل دوليا. نعم، استشرت من كابتن؟ الناس مقربين لي انا كثير من العائله، يعني الوالد واخوي الكبير اللي دائما اخذ القرارات. ليش جاء اصلا هذا القرار في ذهنك؟ يعني هو جاء من بعد مباراه استراليا ولا من قبل كان موجود عندك كابتن؟ لا للامانه يعني من بعد خساره التاهل الى تصفيات الى نهائيات البرازيل كاس العالم، فكرت انه الموضوع الان انه خلاص احنا خسرنا فرصه 2014 والفرصه المقبله في التاهل لكاس العالم هي 2018، وهي بالنسبه لنا او لاي كروي هي الاهم، وكل ما قبلها مهم ولكن ليست باهم يعني من كاس العالم. صحيح. وانا ارتأيت يعني انه من وجهه نظري انه المنتخب يحتاج الى جيل مثل ما بدينا احنا واحنا صغار في المنتخب، ويعني تقوى عظمنا على المباريات الرسميه والمباريات الدوليه والاحتكاكات الدوليه الى ان قدرنا ان احنا نوصل الى 2006 في كاس العالم. انه المنتخب يحتاج الى جيل يتمرس يعني في المباريات الدوليه في المشاركات الرسميه اكثر، ويحتك مع نجوم كبار مع فرق كبيره في منتخبات قويه يكتسب منها الخبره علشان يشد عظمه ويقوي عظمه، ونقدر ان شاء الله نظهر بصوره افضل مما ظهرنا عليها، ونقدر نكون احد المنافسين ان شاء الله او اوائل من يكسب بطاقه تاهل ل 2018. والموضوع هذا انا اتكلم فيه من وجهه نظر خاصه، قد يكون هناك زملاء لي من جيلي يرغبون في مواصله المنتخب، هذا امر يخصهم وامر راجع لهم، وكل يعني عقله في راسه ويعرف خلاصه، وكل له وجهه نظره وقناعته، لكن هذه انا قناعتي الشخصيه بالنسبه لي انا كياسر انه ياخذ فرصه غيري، وان شاء الله انه اكون انا اول الداعمين له. نعم كابتن، على الرغم من انك انت لست كبيرا يعني في سنك، يعني ما باقي معك وقت طويل، باقي معك مشوار طويل. هي الموضوع انا زي ما قلت لك، انا نظرت يعني وجهه نظري وقناعتي انه انت اذا جيت اذا كنت ترغب في بناء منتخب قوي لازم تبنيه في شباب صغار. علشان زي ما قلت لك انه اذا صار اللاعب يعني لو فرضا جيلي انا او انا كياسر استمريت في المنتخب مهما لعبت او قدمت راح يوصل ل 2018 ما راح يكون قدرتي في العطاء او مواصلتي اصلا يمكن حتى ما استمر في كره القدم الى 2018. فانه يكون لاعب صغير في السن يعني يحتك من الان ويبدا يعني بناءه الدولي من الان الى 2018 راح يكون الفائده منه اكبر من انه يستمر ياسر في المنتخب الى فتره ويعتزل ويترك الكره نهائيا، ومن بعدها يعني تعطي فرصه الى جيل اخر او شباب جدد يحتاجون الوقت اطول يعني يتعودون او يتمرسون في 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 المباريات الدوليه بالذات. يعني انا الحمد لله لعبت اكثر من 110 مباراه دوليه، حققت انجازات سواء كان على المستوى الشخصي او على المستوى الجماعي مع المنتخب، افتخر فيها كثير، وهي يعني اكثر ما افتخر فيه في كره القدم. صعب جدا الابتعاد عن لبسي على المنتخب، هو شيء احنا دائما نطمح له وهو غايه منانا. صحيح. ولكن هذا هو حال كره القدم زي ما يقولون. انا اتخذت القرار هذا وانا اشوف انه بالنسبه لي انه من اجرى القرارات اللي انا اتخذتها. اتخذتها عن قناعه كابتن؟ اتخذتها عن قناعه تامه، نعم. نعم، كابتن قلت لي انه من بعد مباراه استراليا انت يعني بدات تفكر في هذا الموضوع جديا بعد استشارات وصلت الى هذا، ما كان في اي اعاز او شعور من قبل لك انت او لبعض زملائك او جيلك انه احنا بنجدد؟ من قبل المنتخب اقصد الاعاز او ادارته او مدربه، شعرت باي شيء من هذا؟ لا ابدا، من الناحيه هذه ابدا. انا زي ما قلت لك القرار هذا اتخذته بعد مباراه منتخب استراليا، حتى كان لي تصريح بعد مباراه المنتخب. صحيح. امام استراليا، ولا كان في اعاز من احد ولا احد يملك اصلا
قرار ياسر غير ياسر فقط. كابتن، أكيد مثل هذا القرار هو قرار مؤلم وقرار صعب، وقرار أنت قلت أنه أصعب قرار في حياتك تتخذه، حياتك الكروية. لكن في النهاية أنت مقتنع بهذا القرار كابتن، والكل كان يتمنى أن تستمر لفترة قادمة، هذا مؤكد. تتوقع تواجه رفض من قبل اتحاد الكرة مثلا أو إدارة المنتخبات أو حتى رغبة منهم أن تستمر لسنوات قادمة غير كأس العالم في بطولات أخرى؟ والله قد يكون، يعني قد يكون هذا الأمر، هذا يعني أنا متوقعه ومطروح، يعني قد يكون، ولكن أعتقد أنه في النهاية الموضوع هو شخصي أكثر من أي شيء آخر، يعني هو قرار شخصي وقناعة شخصية مني أنا كلاعب منتخب، يعني فأنا ارتأيت هذا الشيء من وجهة نظري. لهم كل التقدير والاحترام والمحبة والإجلال، لأنهم يستحقون الاحترام للأمانة. أنا مهما قدمت ومهما أعطيت ما راح أوفي أحد حقه، لكن زي ما قلت لك هذه قناعة شخصية وقرار شخصي، أتمنى إن شاء الله أنه يتقبل يعني بكل رحابة صدر. نعم، في هذه الجزئية كابتن، بيئة المنتخب أو حتى الضغوطات التي يواجهها لاعب المنتخب إن كان من إعلام إن كان من جماهير، هل تعتقد أنها كان لها دور في قرارك؟ أنا قلت لك أنا الحمد لله أنا لعبت يعني تقريبا ما يوازي 10 سنين في المنتخب، وعندي أكثر من 110 مباراة دولية. ما أعتقد أن الأمور هذه الخارج المستطيل الأخضر راح تأثر فيني. تأقلمت عليها وتمرست عليها من كنت يعني صغير، يعني فما راح تأثر علي وأنا كبير. ولكن زي ما قلت لك الموضوع أنا درست تماما خارج أي ضغوط وبعيد عن كل الضغوط، مع أنه زي ما الكل عارف، يمكن أنت أخوي رجاء عارف أنه ياسر دائما ما يتحمل المسؤوليات الكبيرة. صحيح. يعني أنا أرفض أن أتحمل أي مسؤولية صغيرة، أنا دائما أفتخر بأني أتحمل أي مسؤولية عظمى. نعم كابتن، بعيدا عن هذا، أنت مرتاح في تجربتك الآن مع العين الإماراتي؟ الحمد لله رب العالمين. أنا ذكرت أنه أصعب قرار هو الحالي، هو أصعب قرار بعد قراري الأول اللي هو انتقالي إلى نادي العين، ولكن هذا يعني اكثر صعوبه من قرار انتقالي. اللهم لك الحمد، الان سعيد جدا مع العين. احنا الان نشارك على نهايه الموسم، عندنا مباراه مقبله الاسبوع الجاي باذن الله، 3 نقاط تفوزنا بالدوري وتكسبنا الدوري، وانا سعيد جدا اني اكون سبب من اسباب فوز العين بالدوري بعد ما كان العام ينافس على الهبوط. كابتن، أكيد آخر سؤال لي، هل ستعود للهلال أم تستمر مع العين؟ هذا ربما هو السؤال الذي يتداوله كل الهلاليين هذه الأيام. بالضبط، وحتى أنا نفس الشيء، يعني عرض علي هذا السؤال وذكر علي طرح علي السؤال هذا أكثر من مرة، ولكن أنا فضلت أنه أبعد نفسي عن هذا الموضوع حاليا بالذات، لأنه زي ما قلت لك أنا منشغل في أسبوع قادم صعب ومهمة مصيرية، وبعدها إن شاء الله لكل حدث حديث بإذن الله. هل ستجتمع مع مسؤولين مع الهلال في الفترة القادمة؟ ما راح أجتمع مع أحد، لأنه ما قررت أنا أصلا الاجتماع مع أحد، أو أنه حصل أنه في بيكون موعد بعد المباراة هذه. اللي هو مصير الاجتماع حيكون يعني وارد وموجود، وللعلم يعني أنا لازال لي سنتين يعني مع الهلال في عقدي، وإلى الآن حتى العين حتى نفسهم يعني أشكرهم على احترافيتهم ومحاولتهم ابعادي عن اي ضغوط من الناحيه هذه. حصل لك يمكن بعض الكلام البسيط، ولكنه الى الان لم ناخذ يعني مجرى رسمي. انت تفضل ان تستمر كابتن ام تعود؟ انا قلت لك لكل حادث حديث اخوي رجاء. شكرا لك كابتن ياسر القحطاني، وان كنا تالمنا كثيرا لقرار اعتزالك، لكن امل لك التوفيق في كل مراحلك القادمه. الكابتن ياسر القحطاني بعد ان اعلن قرار الاعتزال. شكرا جزيلا ان خصيت برنامج الملعب بهذا الحديث، شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا لكم. ياسر القحطاني معلقا على قرار الاعتزال ومتحدثا للمرة الأولى بعد قراره اليوم باعتزال اللعب دوليا. أترك التعليق لك سعود عبد العزيز، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب أولا طبعا أرحب بالأخ العزيز وسام النعيمة معانا في البرنامج اليوم. بالنسبة لقرار الكابتن ياسر القحطاني، طبعا هو مشواره الرياضي تقريبا بدأ في عام 2003 بعد كأس العالم 2002 اللي خرجنا من الدور الأول في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان. بعدها بدأت رحلة التجديد، وكان الكابتن ياسر القحطاني
واحد من أهم عناصر التجديد في ذلك الوقت. تم التعاقد مع عدد من المدربين كانوا يتفقون على نجومية ياسر. طبعا أنا أعتقد أن رحلة ياسر مع المنتخب مرت بعدة مراحل، يعني هو مرحلتين في وجهة نظري. المرحلة الأولى كانت موفقة وممتازة ومميزة، استطاع الكابتن ياسر أنه مثلا يقود المنتخب السعودي لوصول للمباراة النهائية في كأس آسيا 2007، استطاع أن يحقق بطولة العرب في الكويت، استطاع أن يحقق بطولة الخليج أيضا في الكويت، واستطاع أن يكون لاعبا مؤثرا في الوصول إلى كأس العالم 2006. يعني الكابتن ياسر بعد كذا انخفض أداء الكابتن ياسر انخفاضا ملحوظا في عدد من المباريات، حتى أنه صام عن التسجيل صياما واضحا وتاما. أعتقد أنه الكابتن ياسر القحطاني وهو اللاعب الخلوق والمحترم واللي يعني يكسب جماهيرية عريضة من جميع المنتمين للوسط الرياضي بأخلاقه الرياضية الحميدة، وهو اللي لعب 110 مباراة دولية، أعتقد أنه بقراره هذا كان أكثر جراءة وشجاعة من السيد فرانك رايكارد مدرب المنتخب السعودي. أنا هذه وجهة نظري. يعني ياسر يبدو أنه توصل إلى قناعة تامة أنه ظهوره مع المنتخب أو ارتدائه لفانيلة المنتخب السعودي لن يكون هناك إضافة جماعية للمنتخب السعودي، فمثل ما قال ارتأى أن يرحل ويترك المنتخب وأن تمنح الفرصة لأسماء وعناصر جديدة. أنا بالنسبة لي أوجه الشكر للكابتن ياسر على كل رحلته مع المنتخب السعودي، وأتمنى له التوفيق مع نادي العين وأن يعود مجددا إلى الدوري السعودي، لأن الدوري السعودي افتقد للكابتن ياسر وهو لاعب خلوق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أسامة. طبعا أحيي زميلي سعود، وأنا أقول هي خسارة نخسرها كمنتخب سعودي في لاعب بحجم ياسر القحطاني، لن نجد مواصفات بحجم ياسر في المستقبل إلا في جيل جديد قد يكون هو جيل اللي لعب في كولومبيا كأس العالم قبل يمكن أو في الصيف الماضي. ياسر القحطاني هو الشخص اللي يعني غير مفاهيم الاحتراف لدينا من خلال العقود الكبيرة. يعني أول مرة نشاهد 25 مليون تنافس هلالي اتحادي في فترة من الفترات، وكان مبلغ كبير جدا، وياسر القحطاني هو اللي يمكن وضع يمكن لبنة أولى في هالعقود الاحترافية الكبيرة. ياسر القحطاني تحدث قبل يمكن 43 يوم تحديدا في أحد تغريدات أنه سئل عن موضوع الاعتزال، وأن هناك يعني حديث سيكون لاحقا في هالموضوع، ويبدو أنه كان يعني يحدد مساره، وتحديدا بعد مباراة أستراليا لا يريد أن يتحدث بعد مباراة أستراليا ليكون ضغط الخروج هو أجبره، ولكن في تصوير 10 سنوات كانت كافية أنه ياسر في ظل أنه كان يسمع أن السيد ريكارد سيكون لديه سلخ كامل لجلد المنتخب السعودي من العناصر اللي سيتم الاستعانة فيها في الفترة المقبلة. أنا بتصور القرار قد يكون في من الجانب الخسارة، ولكن في الجانب الآخر هو ثقافة احترافية من ياسر أنه اللاعب متى ما وصل إلى فترة معينة لا يستطيع أن يقدم شيء يفترض أنه يترجل عن بالتحديد عن التحديد عن المنتخب السعودي، ولأنه لا يستطيع أن يقدم لبلاده أكثر مما قدم رغم أنه شرف الاستمرارية. ولكن أنا أتمنى أن ياسر بعودته سواء للهلال أو استمراريته مع العين أن أيضا يواصل إنجازات اللي إحنا جالسين نشوفها عن ياسر واللي حققها في السابق. أنا أحيي خاصة بهذا الحديث الذي هو الأول بعد قراره اليوم، وبعد أن أعلن على حسابه في تويتر أنه سيغادر أو يترك اللعب دوليا وبالتالي يعتزل اللعب دوليا، بالتالي أشكره جدا على أن خصنا بهذا الحديث.